الطبيعي ان احنا بنفتح الجرايد او بنفتح النت والسوشيال ميديا نلاقي اعلان وظائف، صح؟ شركات طالبه وظيفه، مطلوب سائق، مطلوب مهندس، مطلوب طبيب، مطلوب جراح، مطلوب جرافيك ديزاينر، مصمم جرافيك، مطلوب مهندس ديكور، مطلوب عروسه، مطلوب اي حاجه. اما ان انا افتح السوشيال ميديا فلاقي اعلان عن مطلوب جاسوس، دي جديدة لانج، جديدة لانج، مطلوب جاسوس. هتقولوا لي يا تامر انت بتهزر، ده مش وقته. اقول لكم اقسم بالله ما بهزر، هما طبعا مش كاتبين مطلوب جاسوس، بس المواصفات كلها تنطبق على جاسوس. بلاش جاسوس، عميل، مطلوب عميل ينخور في بلده، مطلوب عميل ينخور في بلده وهنديله فلوس. عشان ما اطولش عليكم وما تبقاش فزورة رمضان، لان رمضان ولت ايامه خلاص، انا بكلمكم عن منظمة دولية معروفة جدا جدا جدا، ذائعة الصيت عالميا، اسمها منظمة العفو. وهقول لكم ليه انا قلت العفو الدولية، لان الحقيقة ملاش علاقة بالعفو، هي ليها علاقة بالعف، بس يعني حطوا حرف تاني بقى مكان الواو. منظمة انا في رأيي انها منظمة مشبوهة بامتياز، من المنظمات اللي عليها الف ديشليون علامة استفهام، من المنظمات اللي اسمها حقوقية، لكن انا بقول لحضراتكم ومن متابعتي وقراءتي وخمسمية دليل واثبات انها منظمة سياسية بامتياز، لا علاقة لها بحقوق الانسان، هي منظمة هتك حقوق الانسان. يعني ايه هتك حقوق الانسان؟ يعني هي اللي بتعمله انها بتدمر دول، بتدمر دول عن طريق العبث الداخلي في هذه الدول. فبالتالي لما دولة تنهار، حقوق الانسان بقى زي التعليم وزي الصحة وزي العمل، والاول منهم خالص وقبلهم كلهم اللي هو الامن والحق في الحياة، كل دي حقوق بتنتهك وتهدر. وانت ازاي هتعيش في امان وتتعلم وتشتغل وتتعالج في دولة بلا امان ولا استقرار، ودولة غير مستقرة سياسيا، ودولة فيها الفوضى هي اللي سائدة في كل حتة. تخيلوا البجاحة واقرأوا معي هذا الاعلان. انضموا الينا في منظمة العفو الدولية مجانا. مجانا ده يعني انت ما تدفعش فلوس عشان تنضم، بس لما انت تنضم وتبتدي تبعت اخبار وتبعت حاجات حلوة ليها تمن، انت تاخد فلوس. انضم الى منظمة العفو واحمي حقوق الانسان، يجعل اعضاؤنا من التغيير امرا ممكنا، وهم الاشخاص الذين نطرق بابهم كلما وحيثما تعرضت حقوق الانسان للانتهاك، وتحركاتهم الكبير منها والصغير، اسمعوا بقى اللي جاي، تضغط على الحكومات والمؤسسات وصانعي القرار كي يفعلوا الشيء الصحيح. انضم الان وعمل لك بس الايكون الصفرة الصغيرة كده بسيطة، دوسة واحدة بس صغنونة كده وتبقى رشقت، دوسة واحدة على الحتة الصفرة الصغيرة دي وتبقى دخلت جهنم وانت تعتقد انها الجنة. تدخل جهنم معتقدا انها الجنة. منظمة العفو الدولية اللي بتدعي انها واحة الديمقراطية وواحة الحفاظ على حقوق الانسان، هي اللي بتدرب الشباب، هي اللي بتدرب الشباب على كيفية احداث بلبلة وحالة من الفوضى جوه مجتمعاتهم علشان تتهد دولة المؤسسات. هي وغيرها، منظمة العفو الدولية دي وغيرها من المؤسسات زي هيومان رايتس ووتش، فاكرين انتوا هيومان كلمتكم عنها 20 مرة، هذه المنظمة المشمومة، هي وغيرها من المنظمات، هم دول اللي كانوا واحد من الاسباب الاساسية فيما سمي بثورة 2011 هنا في مصر. فاكرين الكلام عن الشباب اللي اتدرب عن ديمقراطيات، اتكلم عن الاصلاح، واتدرب عن التغيير السياسي السلمي، واتدرب عن كيفية احداث الثورات عن طريق تأجيج مشاعر الناس، واتدرب على مش عارف كيفية محاولة هدم المؤسسات عن طريق اطلاق الاشاعات والاكاذيب، وي 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 وي. وفي شباب سافر اتدرب برا، وفي شباب بيتدرب عبر
المدونات وعبر الملخصات اللي بيجيله على الانترنت وهو قاعد في اوضة نومه يدوبك على اللابتوب. وعلى فكرة ده مش بيحصل في مصر بس، بيحصل في مصر ومع شباب تانية كتير. هي فكرة الله يسامحها كوندوليزا رايس اللي هي فكرة احداث الفوضى الخلاقة دي، هي المنظمات دي شغالة على كده، انها ازاي تجند الشباب بالطرق اللي انت شايفينها دي، تجندهم لاحداث الفوضى الخلاقة. اما تيجي تسألهم هي فين الخلاقة يقول لك ايه، هو انت مش عملت الفوضى؟ تقول له اه، يقول لك خلاص سيب بقى الفوضى تخلق بقى مع نفسها، الخلاقة دي مش بتاعتنا، الخلاقة ربنا، وامنوا مرة واحدة وحدوا بربنا سبحانه وتعالى. عمر ما في فوضى تصنع خلقا محترما، الفوضى فوضى، الفوضى دمار، الفوضى تخريب، الفوضى ان انا اجيب الحاجة على الارض. وعمر ما الهدم يتساوى بالبنى، وعمر ما الاصلاح يتساوى بالافساد، وعمر ما الخير يتساوى بالشر. ربنا علمنا كده، والعقل علمنا كده، والضمير علمنا كده، لكن للاسف العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بيعلمونا غير كده. وللاسف في نوعيتين من الشباب بينجر ورا الحكاية دي، نوع حسن النية ونوع عايز يرمي نفسه في التهلكة. النوع التاني ده اللي هو اساسا عنده استعداد يبقى جاسوس، ما عنديش مشكلة، يقولك بس انا مستني الفرصة. هتقولي يا تامر هو في كده؟ هقول لكم في كده. امال الجواسيس اللي بيشتغلوا جواسيس لاسرائيل وبيتم مسكوهم دول ايه؟ ما للاسف مصريين، بس ناس باعوا نفسهم للشيطان وقرروا ان هم يبيعوا بلدهم في مقابل اللي يدفع اكتر. فلما عدو بلدك يدفع لك اكتر تبيع بلدك وتبيع لهم المعلومات وتبيع لهم دم ولادك. فالقصة هنا انه في ناس عايزين يعملوا كده، وفي ناس بقى تانية بتبقى مغرر بيهم اللي هم مصدقين فكرة حقوق الانسان فعلا، يقولك ايوة انا هنضم للمنظمة دي وبقى حقوقي وحاول احافظ على حقوق الانسان بتاعت نفسي وبتاعت اخواتي وبتاعت اهلي وشعبي، فيجرجر تحت المسميات الحلوة المعسولة ويفاجأ بعد شوية انه جاسوس متنكر، انه عميل خفي، بدل ما يحافظ على حقوق انسان ولاده واهله واخواته وشعبه هو اللي بينتهكها وهم اللي بيدمروها معاه. معايا على التليفون الاستاذ ايمن نصري رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف. مساء الخير يا استاذ ايمن. مساء الخير يا استاذ كامل، اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك ومشرفني على اخر النهار. حضرتك اللي بيشرف ليا. عايز اسمع تعقيب حضرتك على مثل هذه الاعلانات اللي بتحاول المنظمات ما تسمى بالحقوقيه دي استقطاب شباب من دول كثيره. والحقيقه انا سمعت مداخله حضرتك، لو هنحط ليها عنوان يبقى ازاي نقدر نستخدم القوى الناعمه كمجال حقوق الانسان عشان نحتل دول بدون ان نحرك جندي واحد. صح. ده تلخيص صغير كده. مظبوط. وده ذكر في عدد كبير جدا من التقارير خاصه بعد 25 يناير. نحتل يا استاذ ايمن. تحتل الدول بدون ان تحرك جندي واحد، ان تستخدم القوى الناعمه في الداخل. تمام. خلينا نتفق انه ملف حقوق الانسان في اخر 5 سنوات تم تاسيسه بشكل واضح. صحيح. واصبحت منظمات دوليه زي الواتش وزي امنستي العفو الدوليه اداه في ايد بعض الدول لتصفيه حسابات من خلال تمويل مفتوح، وهنا بدات الحقيقه يتم تاسيس ملف حقوق الانسان من خلال هذه المنظمات. تمام. الاخطر من كده يا استاذ سامر دور المنظمات الاخوانيه. النهارده احنا بنشهد تسجيل عدد كبير جدا من المنظمات الحقوقيه التي تنتمي لجماعه الاخوان في اوروبا بعد 30 يونيو، اكثر من 18 منظمه فجاه ظهروا من العدم، نتكلم على 18 منظمه وده عدد كبير جدا. طبعا. نفس الفكره وهي التعاون مع المنظمات الدوليه الكبيره وان تلتصق بقاعده هذه المنظمات عشان يحقق الهدف، اولا تبييض صوره جماعه الاخوان، دي نقطه. النقطة الثانية ان هو يستفاد من هذا التمويل، لان هو النهارده ما يقدرش يشتغل لوحده. صح. المنظمة الدولية الكبيرة دي عايزة تقارير في لمسة مصرية، اللمسة المصرية اللي هديها جماعة الاخوان. وخليني ادي لحضرتك مثلا. النهارده مثلا ملف الاختفاء القسري، لما بتيجي الواتش او مثلا العفو الدولية يتكلموا عن هذا الملف ويقولوا ان في اختفاء قسري، المجتمع الدولي اصبح على وعي بدور مصر. فلما بيجي يتناقش معايا يقولوا طب انت جبت الكلام ده منين؟ مظبوط. انت ما عندكش مكاتب في مصر وما عندكش تقارير وما عندكش باحثين على الارض او رصيدين. فيبدا يجيب بعض المصريين المنتمين لجماعه الاخوان ويبدا هنا يصور ان هذه التقارير ويستشهد بيهم. بالظبط كده. فاحنا النهارده بنتكلم على الحقيقه على
عدد كبير جدا من المنظمات الاخوانيه ظهرت بتتعاون بشكل كبير جدا مع العفو الدوليه، بتتعاون مع هيومن رايتس ووتش عشان يقدروا ان هو يشوهوا سمعه مصر امام المجتمع الدولي. بس خليني اقول لحضرتك، حتى مع هذه التحركات يا استاذ سامر، الحقيقه بقى في وعي من المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الانسان بدور مصر في ملفات مهمه جدا. اهمها مكافحه الهجره غير الشرعيه. اهمها استضافه لاجئين من اكثر من 61 دوله، يعني على قد ما المنظمات دي بتتحرك يا استاذ سامر وبيحاولوا ان هو يشوهوا السمعه، بيحاولوا ان هم يضغطوا على مصر في الخارج، ولكن اصبح هناك وعي بشكل كبير جدا في المجتمع الدولي. صحيح. ولكن يجب ان يتم مواجهه مثل هذه التحركات. للاسف الشديد انا شايف انه مهم جدا ان يكون في اداء لمنظمات المجتمع المدني المحليه بشكل افضل، ان يكون مواجهه لمثل هذه التقارير، ان يكون في تواجد بشكل اكثر حسما واكثر تاثير في المجتمع الدولي. ممتاز ممتاز. النقطة اللي هنا المهمة بس اللي توقفت عندها في كلام حضرتك أستاذ أيمن، فكرة انتشار المنظمات الإخوانية بأكثر من مسمى أكثر من واجهة خلال الفترة الأخيرة، طب وهي الدول اللي بتستضيف هذه المنظمات هي عارفة يعني انتسابها للإخوان، ولا بتبقى مبتلعة الطعم إنها منظمة حقوقية أو تعمل في البحث السياسي وما إلى ذلك؟ هو ده سؤال مهم أستاذ سامر. أول حاجة هم كسبوا، حاولوا يكسبوا من وراء التعاطف بعد 30 يونيو. هناك في بعض دول الاتحاد الاوروبي للاسف شديد كان عندها فهم خاطئ لما حدث بعد ثوره 30 يونيو، وحاولوا ان هم يصوروا ان هم يعني ان جماعه الاخوان ظلمت وانها تم التكفير بها والى فكره الضحيه. ففي جزء منه نقدر نقول ان هو بسلامه نيه، ولكن خليني اقول لحضرتك التحول الذي يحدث الان. النهارده في اوروبا في صعود لليمين، لان هناك في غضب شديد جدا بسبب الاسلام السياسي وبسبب المنظمات التي تحاول ان تجمل صورة جماعة الإخوان، وعندنا عدة أمثلة. احنا لسه مقدمين دراسة للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اتكلمنا فيها على عدة أمثلة ومنها ألمانيا. النهاردة في تقارير من الاستخبارات الألمانية بتؤكد أن جماعة الإخوان والمنظمات الحقوقية بتحاول تؤسس أو ترسخ لدولة دينية داخل ألمانيا. وده الحقيقة يتنافى مع دساتير دول الاتحاد الأوروبي وأيضا العرف الديمقراطي، أنه دولة دينية غير مقبول بها في دول الاتحاد الاوروبي. اصبح هناك في وعي، كان في سلامه نيه، ولكن بدات الصوره تظهر بشكل كبير جدا لدور الاتحاد الاوروبي ان هذه المنظمات بتشتغل عشان تبيض وجه الجماعه، وايضا ان هي تشتغل ان هي جماعه سلميه ولا تهدف الى ان هي يكون في دوله دينيه او الى اخره. فطبعا كان في جزء سلامه نيه، لكن دلوقتي الاتحاد الاوروبي بدا الصوره توضح بشكل كبير جدا. استاذ ايمن انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى هذه الايضاحات. واضح ان حضرتك في المطبخ الحقوقي هناك في جنيف، يعني ملم بهذه التطورات. والحقيقه انا هنا بعد السخريه بقى من فكره الاعلان بتاع منظمه العفو الدوليه انه مطلوب عملاء ومطلوب جواسيس ومطلوب كذا، انا بقى اللي بقول انه المطلوب دلوقتي درجه كبيره جدا 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 من درجات المراقبه والابصار والاستعداد والتفتيح العينين قد كده من قبل اجهزه الدوله، لان هذه الاعلانات موجوده على السوشيال ميديا، وللاسف ما تعرفش مين اللي من الشباب ضغط على الحته الصفراء اللي انا وريتها لكم دي بتاعه جوين او انضم ودخل، او على الاقل حاول يدخل او عنده استعداد للدخول. وللاسف الشديد زي ما قلنا لحضراتكم في التحركات السريه دي اللي هي ما بتبقاش بقى عن طريق السفر وبتاع، لا عن طريق بس ارسال المسجز والايميلز على الانترنت والسوشيال ميديا، مراقبتها صعبة جدا ومتابعتها وتعقبها صعب جدا. فعشان ما يبقاش عندنا جواسيس ولا عملاء لا لمنظمة العفو ولا هيومن رايتس ولا لإسرائيل ولا لكل الكيانات اللي بتحاول انها تدمر شعبنا وبلدنا وتدمر الكيان اللي اسمه مصر، لازم نفتح عيننا كويس. وطبعا ما عنديش غير ان انا اقول للشباب فكر 1,000,000,000 مرة قبل ما تبيع نفسك للشيطان، فكر 1,000,000 مرة، لانه المثل الشعبي المصري الحكيم بيقول الحدايه تحدفش كتاكيت، فمحدش بيديك حاجه باليمين الا ما بيقود قصادها 10 حاجات بالشمال، بس هو للاسف ما بياخدهاش منك انت بس، بياخدها مننا كلنا، اهلنا واخواتنا وولادنا واحفادنا وشعبنا. ففكر قبل ما تندم في يوم لا يصلح فيه الندم.